الأسود فريق الريان والسد بالأبيض. سامح حسن لهيدوس واحد على واحد يعدي لهيدوس السرعة دي السرعة دي لا 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 مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. أدي محمد جمعة نص الملعب فرانكوم عايز فرصة للتصويب يا ولد مفيش مش قادر يطوح رجله مش قادر يطوح رجله ضغط عليه سالم الأجري على طول لعبد العزيز حاتم زيزو 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 أجمل مواسم زيزو الله الله تباتا زيزو الله 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 الروح لا 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 مش معقول مش معقول يا زيزو. سعد الدوسري بيقول له لا عدها تاني وتصدى ليها ايضا مش معقول مش معقول الروعه دي عشان ما يستهلكوش. برافو اجيري برافو 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 تحضير فرصه ولكن يونس احمد يعود من جديد. يونس احمد ابن الوز عوام ابن الوز عوام واي عوام يا ولد تستاهل تعظيم سلام. لا 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 التعادل التعادل الزعيم 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 يعود لزعامه ويعيد المباراه الى نقطه البدايه. خوخي ابو علام ضربه راس صعبه على كل الحراس يعيد البيب بيب بيب. لذلك الريان يتمناها بمسماها الجديد كأس قطر. كل قطر أكرم عفيف يا أكرم يا عفيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنه الأفضل يا سادة إنه الأعظم يا سادة إنه النمبر 1 يا سادة إنه أكرم عفيف يا سادة. عمر 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 السد ما يخليها سادة. 2-1 لزعيم 2-1 أي مرور جوه الملعب على طول يا ولد يا ولد يا ولد عدى من خالد مفتاح اكرم عفيف السهم 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 مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول يا هيدوس مش معقول يا هيدوس ده عمل لك ديليفري عظيم تماما. تاني على طول الى نام تايهي الله 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 بلعبها معاكم والله بلعبها معاكم والله الله 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 الزعيم الله عليه وبيب بيب بيب يا عظمة عيال الديب. يتقدم الزعيم بالثلاثة بعد أداء راقي وعظيم. الريان سينطلق لا مجال للتحفظ. هل نشاهد سيبستيان سوريا بعد قليل؟ فرصة مش ممكن مش ممكن مش معقول فرصة كبيرة جدا جدا جدا. يقف ويأجل نمتهي سيبها بشكل جميل شايفين بعض لعيبة كلهم باربع عيون. يا سلام يا أكرم يا سلام يا أكرم يا سلام يا أكرم الله 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 مفيش كلام. أكرم عفيف تعظيم سلام. رباعيات الخيام عادت من جديد. رباعيات الخيام كانت للريان في الدوري في الدور الأول الآن رباعيات الخيام من صالح الزعيم ويتقدم الزعيم برباعية. الله خوخي أمامية إلى أكرم عفيف لو بالعرض جول لو بالعرض جول لو بالعرض جول لو بالعرض جول مش معقول مش معقول مش معقول. الله يا أكرم روعة يا بغداد عظيم يا فهد. جاي له خالد مفتاح لازم يجي ورا فرانكوم. أدي أكرم وهو تحت الكرة على طول إلى خوخي حضر ورا إلى الهيدوس السيدو يسيطر وفهد تاني من جديد المتابعة ولكن فهد على طول وخالد مفتاح إلى ضربة ركنية بشكل ممتاز. جمهور الريان بيشجعه حسن الهيدوس بشكل ممتاز. فرصة الخامس يا ولد فرصة الخامس يا خوخي لكن العرض العرضة تقف في وجه خوخي. سيبستيان سوريا كذا مرة عايز ياخد فاول عايز ياخد ضربة جزاء يمثل الحكم ما راحش عليه الكلام ده خالص. أكرم عفيف لبغداد لبغداد ولكن برضه فهد يونس مش ممكن مش ممكن يعني ممكن النهاردة تكون نتيجة كبيرة جدا